السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع الصيف لنقف على مشروع تاع مركز للتجمعات الرياضية وللتربصات. إذن في ولاية الصيف وهذا المركز الرائع يحتوي على عدة منشآت، فيها مسبح أولمبي وقاعة متعددة الرياضات وقاعة أخرى للرياضات الفردية، وكذلك فيه ملعب كرة قدم وعدة بنغالوات لإيواء الرياضيين. وإذن مركز ما شاء الله ماذا بينا يكون في مراكز من هذا النوع في كل ولاية الوطن. أترككم في رعاية الله، يحفظه، والسلام عليكم.